طال الانتظار ديال تلبية المطالب اللي السكان خداو عليها وعود، بل خداو عليها حتى محضر. التزمت فيه السلطة بأمور اللي هي آنية وأمور اللي هي متوسطة المدى واللي هي بعيدة المدى. إلى الآن حتى حاجة لا الآني لا المتوسط لا البعيد ما كاينش. وهذا التسويف بهذه الطريقة هذه غير مفهوم بالنسبة للساكنة، وهذا هو اللي خلاها تخرج. مع أنه في هذه المدة ديال الأربع شهور ما توقفناش على التواصل مع السلطة التنفيذية ولا السلطة المنتخبة في هذا الشأن، فما كانش واحد الجواب اللي هو حقيقي على الأرض يعطيو الساكنة حقوقها ديال العيش الأساس البسيطة. كتطلبوا يعني في هذه المرحله المقبله في حاله ما كانش تجاوب ديال شوف هذا الاحتقان الشعبي اللي كتشوفوا عنده حل واحد، هو ان الناس ياخذوا الاذن بالدفن او تصريح بالدفن. المنطقه اللي مخصصه تحازت بالصويت، تصميم طوبوغرافي كاين، حنا مستعدين نعاونوا في تسييد المقبره. الملاعب اللي متوفره حاليا خصها تعطى، علاش هذا التاخر؟ ما كاينش سبب. الاناره راه عيب ان حي يعني المستوى ديال السير والجولان فيه كبير، الأزقة عامرة بالسكان وكيتجريو في الظلام، هذا راه ما عنده ثمنه. بالنسبة لوزين دعيشة خصو يدير فلترات، حنا ما تنقولو لهم سدوه، تنقولو لهم احترموا الصحة ديال السكان. هادشي تنطلبو وتنطلبو من هاد الوزين يقدم خدمة لهاد الحي. كتستافد من هاد الحي الدليل الفرشة المائية ديالو ولوت ليه الجو ديالو، واليوم هو مطالب يعطي واحد المقابل لهاد الحي هذا، خصو يعوض السكان على الضرر اللي دار ليهم. انا كنعاني واحد المشاكل اللي هي ما عندهاش نهايه. الابناء ديالنا مسجونين، كنعيشوا الكحوليه ديال المعمل، ريحه الصابون، المصائب الكحله اللي ما كنقدوش نخرجوا نهائيا، ما كننشروش السطوحه ديالنا، كلشي كحل. الحساسيه، الناس ماتوا سرطانات رئويه، سرطان الكبد، بوزين عيشه. دابا الله يجازيكم بخير، كنقدموا أعز سميتو الرسالة ديالنا المسؤولين باش يشوفوا من حنا. حنا كنقتنوا حدا وزين عيشة، راه قاتلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، قاتلنا لا حنا لا الأبناء ديالنا لا السكان ديالنا، من هنا حتى البقرعة والريحة واصلة. كنصبنوا الصابون ديالنا كحل، حتى حاجة، رفع الضرر ويهز علينا داك المصائب ديالو، يدفن الجعابي ديالو من تحت الباب. حنا ضايعين، ولادنا ضايعين، ولا حسبنا الله ونعم الوكيل. الامراض ما عندناش الامكانيات باش نديو ولادنا نبقاو ندورو بهم. السبيطارات ولا المصائب الكحله، راميد ولا فوق راميد، حتى حاجه ما كافيه. بالله عليكم شوفوا البوله هذه في حديقه عموميه، شوفوا معايا البوله كيف يعقل نحن في مرفق اساسي في 2022. هذه الوقفه الثانيه اللي كيخرجوا ساكنه ابناء البساتين كيطالبوا بمقبره. بالله عليكم واش يعقل في 2023 هاد الساكنه وهاد الناس هادو واش عندهم مقبره؟ مقبره ما كاينه يا عباد الله، مقبره. ما نهضروش على المرافق، لا السوق الاول او الثاني او الثالث، ما نهضروش على هادشي هنا، نهضروا على ابسط الامور الانسانيه. حنا ملينا من الوقفات الاحتجاجيه، حنا كنطالبوا المسؤولين وعلى راسهم تطبيق القانون، تطبيق اوامر الملك، تدخل القضاء والداخليه في مراقبه ضفر التحملات. غنشوفوا حنا هاد السوق الاول والثاني والثالث علاش ما تعطاش. غنشوفوا حنا كما قال السي عصام لو بالعقار اللي هلك قول كل الاراضي. الا شفنا الصومال عباد الله، الصومال وفيها الليد، وحنا في 2022 باقا عندنا بوله صفراء. كنطالبوا حنا ملينا من الهضره، بغينا الحكامه تطبيق القانون، الحكامه وربط المسؤوليه بالمحاسبه. كنطلبوا حنا المشاكل ديال حنا كنهضروا على المشاكل ديال التلوث، لان كنقطنوا بحي الحفره. كنطلبوا حنا ما كنطلبوش من الوزين يحيد ولا شي حاجه، كنطلبوا رفع الضرر، يدير انابيب تحت الارض، هذا الشيء ما كاين، لان نسبه كبيره ديال الساكنه كتعاني من الامراض. خاصير لافارماسي ديال بنافيس راه تلقى فيه حالات كثيره، راه شحال مره تنديروا قوه التوقيعات شحال. وكنطلبوا من الساده المسؤولين يوقفوا معنا ويرفع الضرر. برفع الضرر، كنطلبوا رفع الضرر. المساله اللي غنشير لهذا بشر وهاللي سبقوني، الاخوه اللي سبقوني ومجموعه منهم، خاصه الشعارات اللي ترفعوا كانت عبرت على كل حاجه اللي خصنا نعرفوها. كيبقى لنا حنا بالنسبه لنا الساكنه ديال الحفره التلوث اللي كنعيشوه مع، وكيبقى لنا ملاعب القرب، وكيبقى لنا المقبره، خاصه المقبره ورفع الضرر. حنا كنطلبوا رفع الضرر وصافي.
حنا تلوتنا في الصحه ديالنا مرضين بالحساسيه ومكرفصين علينا من بقرعه من بقرعه حتى الحفره مكرفصين هاد الناس المهم ما عندنا حتى شي حق تكرفصوا علينا هاد الناس ما عطاوناش الحقوق ديالنا ما عندنا حتى شي حاجه المهم حنا مظلومين ومضرورين